طيب عندي كمان الحقيقة قصة عجيبة جدا وغريبة قوي قوي. الفنانة التونسية يسرى مسعود الحقيقة يسرى مسعودي يعني عندها حالة من الاستياء من الهجوم اللي تعرضت له من الجمهور التونسي بسبب دورها في مسلسل القاهرة كابول. يسرى قالت: تعرضت لعدد كبير من وسائل الشتائم والإهانة والتهديد بالقتل بسبب دوري في مسلسل القاهرة كابول، حيث أقدم دور فتاة تتحدث باللهجة التونسية الريفية على عكس المتوقع، فبدل من الجمهور يبقى سعيد إن أنا قدمت اللهجة الريفية يعني في عمل مصري، إلا إن قالوا لها هي طبعا كانت مقدمة دور بتعكس فيه ماذا كان يفعل داعش في جهاد النكاح والسبايا الحريرات. هي معايا على التليفون الفنانة التونسية يسرى المسعودي. يسرى أهلا بيك وكل سنة وانت طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب وكل سنة والمستمعين طيبين وبألف خير يا رب ورمضان كريم عليكم. ربنا يكرمك. ايه الحكاية باختصار يا يسرى؟ الحكاية باختصار ان انا بجد مستغربة جدا من رد فعل الشعب التونسي، يعني مستاء وحزينة قوي، عشان انا المفروض كنت بعمل حالة حلوة قوي في مسلسل ضخم وكبير زي القاهرة كابول، مقدمة اللغة الريفية البدوي بتاعنا. أيوة. ولما كلمت مع المخرج العظيم اللي وجه له تحية الأستاذ حسام علي، كان عايز اللغة التونسية العادية، ما كانش عايز حتى في مصطلحات زي برشا المصطلحات المعروفة يعني المصريين عارفينها، كنا عايزين بس اللغة التونسية البيضة العادية. اقترحت عليه ان انا عايزة اقدم الدور ده للشعب اللي هم الارياف بتاعنا، يعني عشان اللغة بتاعتنا الريفية بتستخدم للكوميديا اللي هي الكوميديا مجرد اللي هي الكوميديا عشان نضحك الناس، وكان الناس الريفيين اللي عندنا كانوا مستائين ان احنا في اعمالنا بنقدم اللغة دي جاست ان احنا عشان نضحك وكده. فانا كنت عايزة اقدم لهم الدور ده هدية واقدمه للشعب التونسي الكريم اللغة، يعني اللغة التونسية تبقى موجودة في عمل كبير زي ده، بتبقى يعني وانا اتصور ان المفترض كانوا يحيوكي على هذا الدور، يعني كان المفروض يحيوني ومفروض يشكروني. ايه اللي حصل بقى يا يسرى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هما تم هجوم على انه انا بسيء للمرأة التونسية عشان جهاد النكاح. تمام، بس على عايز اقول لك يا يسرى، هو احنا كل عندنا بالصوت والصورة كل النساء في الدول العربية اللي تم تجنيدهم لداعش حصل فيهم ده كلام منشور صوت وصورة، فأنت ما اخترعتيش شيء من عندك. أنا ما اخترعتش شيء من عندي، بالعكس، يعني في جنسيات كتير قوي راحوا لجهاد النكاح في داعش ده، خصوصا في جزائريات ومغربيات وتونسيات ومصريات وعراقيات وفي أجانب جم من الخارج. يعني التوانسة كانوا متصورين يعني فيديو ان هم اتكلموا وكانوا مستائين جدا. بالعكس، ده انا عامله دور ان انا متجوزه، انا مش عامله ان انا مثلا في سوق الجواري وان انا قاعده ان انا عشان اتباع لمين ولا لمين، فاهم قصدي؟ ده انا عامله الدور ان انا متجوزه. عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ايه لجمهورك في تونس يا يسرى؟ انا عايزه اقول لهم انا فعلا مستاءة جدا من رد الفعل. المفروض انا بعمل لغه جميله بدوي بتاعنا، المفروض تتبسطوا بيها في عمل كبير زي القاهره كابول. احنا اصلا عندنا في تونس لو مصطلح تونسي اتقال في اي عمل مصري الناس بتتبسط، يا اللغه بتاعتنا موجوده في عمل مصري. ان انا عامله دور زي ده وكمان مش باللغه التونسيه العاديه، بالبدوي بتاعنا الجميل الحلو، يجي بعدين المفروض يقولوا لي شكرا ان انت مقدمه اللغه دي، كان ممكن اقدمها بالتونسي عادي، انا اقدمها بالبدو بتاعنا، ان انا بحاول اوصل اللغه التونسيه بتاعتنا بره تونس. وخصوصا في كل الاحوال يا يسرى انت عامله حتى مشاهد بسيطه بس رائع جدا جدا، وده الحقيقة أنت مشتركة في مسلسل هيعيش كثيرا جدا جدا، لأن أنت تشغلي مع مخرج ومع كاست جميل والحوار رائع والفكرة غير عادية الحقيقة. بعد شوية الناس هتفهم أن أنت كنت بتخدمي على اللهجة التونسية وكنت بتفضحي مخططات الدواعش وماذا فعلوا في خلال الفترة اللي كان فيها تلك المؤامرة على تونس وعلى مصر وعلى الدول العربية.